أنا سعيد جدا إن إحنا دكتور حسام عيسى النهاردة نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي جي أخترنا مبارح إن هو عايز يزور جامعة الألمانية، وإحنا قلنا له لو سمحت خد وقت، لأن إحنا مش عايزين نوريك الجامعة، إحنا عايزين نوريك الموديل اللي بتقدمه الجامعة الألمانية مختلف عن أي جامعة مصرية أو عالمية في مجال اللي هو تأهيل الشباب للمشاركة في التنمية الوطنية. فطبعا هم شافوا الموضوع ده، شاف خد وقت فعلا، وكان يهمنا من الحاجات الرئيسية والهامة جدا اللي هي الاندستري بارك، لأن أنا كنت يهمني أن أنا أطلب منه تعديل تشريعي وإضافات تشريعية بقانون لعمل حضانات لرعاية المبدعين والناشئين والشباب، تستخدم يعني تفيدهم في ان هم يعملوا شركاتهم وبمشاركة الجامعة، لان احنا مثلا عندنا زي الجامعة الألمانية واكيد في جامعات اخرى موجودة هنا في مصر عندها امكانيات فنية وعملية ونظرية واستشارية، دي مش متوفرة لأي واحد هيبدأ بيزنس بتاعه أو عنده فكرة عايز يحققها. فإحنا بإمكانيات الجامعة الألمانية إحنا مؤهلين، وإحنا عندنا هنا الاندستري بارك 1 دي مش موجود زيه في أي حتة في العالم، وكنت عايز أوريه الموديل، لأن إحنا بصدد إن إحنا نبني اللي هو اندستري بارك 2 اللي هو يمثل الحاجات اللي موجودة في البلاد العالم الأخرى. الشيء المبهر اليوم أكثر من غيره هو مستوى المعامل، هي مستوى رفيع للغاية، وده معناه أنه الطالب فعلا الجامعة تربط ما بين التعليم والبحث العلمي، وأن الطالب بتتشكل عقليته بشكل علمي أكثر، لأنه الحاجات اللي بتدرس له نظري يطبقها فورا في المعمل أو سأن يثبتها، زائد أنه معناها أيضا اهتمام الجامعة بالبحث العلمي سواء في مجال العلوم الطبيعية أو في مجال زي الصيدلة مثلا، يعني شغل هاي اللي معمول في المعامل الأساتذة ومعامل الطلاب، أو في الإنجينيرينج في الهندسة وفي كل المجالات الأخرى، هي مستوى المعامل رفيع المستوى للغاية.